جور جدا يا كابتن. صباح الفل. صباح جمال. صباح الفل على حضرتك. سعداء بتشريفك لينا, وهستاذن حضرتك نبتدي بالنقطتين اللي ذكرتهم نهاوندي. هل عندنا كوادر فعلا تطمنا ان ان شاء الله مصر ستحصد ميداليات, ويا سلام لو ذهبيه, في الاولمبياد القادم ولا لا؟ وفي نفس الوقت هل في اي معوقات ماليه تجاه هذا الامر؟ لا والله, بص, هو مفيش معوقات الحمد لله, يعني كل الامور ماشيه كويس بالنسبه للمساندات او بالنسبه للتنسيق مع وزاره الشباب والرياضه, مع اللجنه الاولمبيه, كل الحاجات دي فيها تنسيق كويس. لكن هي يمكن صعوبتها في ان احنا عندنا تنس الطاوله بالذات, يمكن الصين متربعه على عرش اللعب, فيمكن في كل دوله في بتشارك بلاعبين فقط. يعني ليه لاعبين؟ خلوها اثنين مش ثلاثه او اربعه. ممكن الصين لو شاركت بالثلاثه تاخد الذهب والفضه والبرونز, فهم بيخلوا اثنين بس عشان الصين تاخد الذهب والفضه وتسيب البرونز يلعب عليها بقيه في العالم. يعني دي بتبقى فعلا هي الاكتر, يعني ايه دي الحاجات اللي من ضمن الحاجات اللي خلوها اثنين فقط في هم عندهم اي يعني طفره جينيه نتج عنها التميز ده بالشكل اللافت ده, ومن قديم الازل من قديم الازل فعلا. اشمعنى فعلا؟ يعني عشان هو البينج بونج مثلا عايز حجم صغير, يعني طول معين, مش عارفه. لا هي بص حضرتك, كان الاول مثلا لما يبقى قصير عشان الصين كلهم كانوا قصيرين, فيقول لك اللعبه دي لا, النهارده اختلفت برضه, تلاقي الاطفال عادي جدا وما لهاش دعوه بال. طب سر تميزهم وتفردهم من سنين طويله ايه؟ والله بص, هما اللعبه الشعبيه الاولى طبعا اكيد هناك في الصين تنس الطاوله. يمكن انا كنت اول لاعب مصري يروح يتمرن في الصين في السبعينات مثلا وانا ناشئ. وقعدت اربع شهور متواصله في المعسكر هناك. شفت ايه بقى؟ الاربع شهور دول فعلا قسما بالله زي ما بقول لك, انا ممكن وانا راجع انا حاسس ان انا ممكن ابقى ايه, يعني ابقى بطل العالم من كتر ما بتمرن يوميا. طبعا صبح وبعد الظهر, ويدونا يوم واحد اجازه في الاسبوع يبقى فيه ترفيه او كده, لكن بقيه الايام معسكر, يعني بيحاولوا ان هم يخلوك يثبتوا ان هم يقدروا يخلوا اي حد يبقى بطل, يعني صناعه بطل. وفعلا في اخر اسبوع في الاربع شهور وانا راجع, جابوا لي احسن اربعه في الناشئين ساعتها اللي هم في سني كده, ولعبت وفعلا ايه كسبت الاربعه ورجعت هنا الحمد لله. مثلا انا كنت ساعتها مثلا ايه عندنا تحت 15 سنه, تحت 12 18, خدت البطولتين, ويعني وحسيت فعلا ان انا كنت ايه فارق قوي يعني. ولكن هو بقى طبعا لما جيت بقى خلاص هنا اختلف المناخ كله بالنسبه للعبه, لكن هم مستمرين في اللي هم بيعملوه ده, مستمرين عندهم التنس الطاوله دي زي ما تقول حضرتك, هي الدراسه وهي الاكل وهي الشرب وكل حاجه. يمكن عشان كده فعلا في ديديكيشن او في يعني زي ما تقول كده تفاني. ويمكن انت حضرتك قلتي حته دلوقتي, قلتي ايه مثلا بيجي الطول مش عارف ايه, هم فعلا عندهم بيجيبوا الولاد الصغيرين كلهم ويحطوهم كده ويبتدوا, ده ممكن طويل سنة يلعب سله, ده يلعب قدم, ده يلعب تنس طاوله, ده بيعملوا كده. يعني الاطفال من المدارس هم بيبقوا كمان بيبتدوا يوزعوهم حسب كل واحد يعني جيناته ايه وتوافقاته العضليه العصبيه. حلو.